هنا بقى نعمل ايه؟ السمك ده المعلم سمك اللي ما شافش فيديو من اوله يشوف انا نضفته ازاي وفتحته منين. انا فتحته من ظهره ونضفته كله زي الفل، ونقعاه ميه وخل وملح، كله نضيف وزي الفل. تعال نشوف بقى هنعمل فيه ايه. المعلم ده هنا انا هجيب كده بوله محترمه هنزل بيها طماطم انا مقطعاها، وهنزل ببصل طبعا متقطع بقى او متقطع او مفروم زي ما انت تحبي، معناها دي اصلا مكانها بصل يعني انا استخدمتها. كمان بقدونس برضه غسلاه ونضيف ونقطعه خلاص، نحط التوابل بتاعتنا ونضيف ملح وفلفل اسمر وبيكن. السمك ده حبيب الكمون يعني. تمام، وكل الخلطة الجميلة دي تتقلب كده على بعض. كل ما قطعتي الحاجة أصغر كل ما كانت معاكي أحلى، يعني كل ما قطعتي الطماطم أصغر والبصل أصغر والبقدونس طبعا كل ما كان معاكي إيه أحلى. شايفين الألوان والحركات والجمال والريحة، شيء فاخر. تمام، هحط ايه دلوقتي؟ عصرة ليمون بوري. سمك بوري منضفاه وفتحته من الظهر عشان اعمل سنجاب. طيب انا بعمل ايه؟ انا السمك بتاعي بجيب الباب الفرسان من فضلك خلاص تقسيمه اهو، انا عايزاها كده يعني. انت تقدري تعمليها مش كده يعني زي ما انت عايزه، ممكن تديها في الصينيه بس وخلاص كده خلص الموضوع، لكن انا ليه عايزاها كده؟ عايز اطلع كل واحده لوحدها واقدمها كده خلاص. ممكن انت تعملي تحت بطاطس وتحطي السمك عليه تفرشيه برده بيبقى طعمه جميل جدا بنفس الطريقه دي. بس انا المره دي حابه اعمله بالطريقه اللي انا بعملها دي، هتدي شكل احلى في السفره في التقديم بقى بما انها عزومه. تمام، وتطلع ايه كل واحده لوحدها. طبعا انا مشغله الفرن من دلوقتي من قبل دلوقتي كمان علشان يبقى سخن. تمام، نحط واحده كده علشان لما ادخل فيه يبقى سخن. احط كمان واحده هنا شويه. تمام، هقفله انا من عند الفين، هقفله من عند البوكس واضحه سهله جدا بسيطه جدا. بس انا ايه اوقات احبها افردها في الصينيه من غير السلوفان، بس انا المره دي مش عايزه اطلعها زي ما قلت لكم كل واحده لوحدها تتقدم كده كل واحده لوحدها خلاص. واحط من الخلطه بتاعتي، الخلطه بتاعتي بقى اللي احنا كنا عاملينها اهي، انا هحط عليها شويه زيت وهحط كمان شويه قرفس. الكرفس بتاع السمك بتاع السبيط اهي برضه يدي ريحه. تمام، واحط شويه زيت، احط زيت زيتون ثانيه واحده. تمام،
حبيبتي كل بعض. قبل ما احط الخلطه بتاعتي انا هنزل بشويه ملح في كده، لان هو طبعا ايه الخلطه تمام فيها ملح وكل حاجه، بس انا ايه هزود حبه بس عشان ايه يبقى معاكي الطعم ظبط. وحبه ايه كمون كده اهو، هنزل بقى ايه الخلطه بتاعتي. احلى سمك بجد بجد بالطريقه دي. يا سلام يا سلام، شايفين؟ زودي حبة إذا تنقصي حبة، ما بتحبيش البصل كتير أو كده، بس أحلى حاجة تاكلي بصل بتكون أصلا يعني. أنا هكمل الباقي كله بنفس الشكل ده، هكمل كل الباقي بنفس الطريقة دي. وهدخله الفرن. يلا نشوف هنكمل ونعمل ايه. كده بقى ايه السوفي بتاعنا كده خلاص اهو، شايفين اهو. ممكن بنفس الصينيه تحطيه في تحت الشوايه ياخد وش خلاص، وممكن بقى انا احطه في طاجن عشان ياخد ايه طعم وريحه الطاجن. احطه في الفرن شويه كده كده انا مشغله الفرن، احطه في الفرن شويه بعد كده ايه اشوي. هنا انت اهو في طاجن دايركس هدخله الفرن بقى. هو فيه شويه كده يعني، برغم ان ده جميل اصلا انا مش بلاقي يبقى طخ ده كده انت عشان ياخد طعم وريحه الفرن برضه. هدخله في الفرن شويه، انا كده كده مشغله الفرن، وبعد كده هولع عليه الشوايه وتشوف بقى شو حلاوته. ده حاجه من الاخر جامد جدا عليها بقى. انتوا النهارده شايفين في كذا صنف، فانا بصراحه ايه تايهه يعني. اول حاجه السمك البوري انا نسيت احط لكم على الخلطه توم، لازم تفرمي معاها توم عشان يطلع ريحه التوم فيها. بتاع اربع فصوص توم كده تفرميهم معاها وتحطيها في الخلطه وتقلبيها معاها. انا لحقتها في الاخر، كنت انا خلاص حطيت الخلطه في السمك، فانا رحت جايبه التوم اللي عارفين انا هرساه، رحت حطها على الوش وقلبته تاني انا كده بالمعلقه. فانتوا لازم في الخلطه تحطوا معاها اربع خمس فصوص توم، معلش سامحوني. وتاني حاجه الجمبري هنا انا حطيت عليه، كان في باقي شويه كرفس، حطيت عليه شويه كرفس بيبقى ريحته حلوه قوي. باقي شويه بقدونس حلوه قوي برضه، اي خضره عندك. وبرده ايه هقلبه فيه كل ده، لسه ما عملتش الجمبري زي ما قلت لكم. الجمبري ده اخر حاجه، هو كده بس هخليه ياخد طعم من ايه وريحه الخضره اللي انا حاطاه فيه. تمام، دلوقتي بقى هنتبل مع بعض الجمبري اللي انا هعمله مع ايه. قلت لكم هوريكم واحده انا بنضفها ازاي، فانا هاخد اي واحده من هنا اهي. انا بشيل الراس، يعني الراس دي خلاص بشيلها، انا بسيبها في الشوربه لان بتديها طعم حلو. تمام، بتقشري كل ده شايفينه، بتقشر بكل ايه بساطه. انا بسيب ده عشان يبقى شكله حلو كده يعني. ماشي، استنوا ثواني. تمام، اهم حاجه اهم حاجه تشيلوها الكيس الرمل اللي بيبقى هنا. افتحي ده كده اهو، شايفين اهو شايفينه واضح جدا اهو. اسحبيه كده هيتسحب معاكي بكل سهوله، شايفه اهو خلاص وهي كده جاهز معانا للاكل. التتبيله بتاعتنا بقى عشان نعمله مقلي هي لها حاجتين. اول حاجه التتبيله اللي هي هتقعد فيها شويه حوالي ساعه ساعه الا ربع، هتبقى عباره عن ايه؟
هتكون دقيق حوالي 4 معالق دقيق او كوباية دقيق او حسب بقى الكمية اللي انت عاملة فيها، عاملة كتير عاملة شوية حسب الكمية. خلاص هنحط كمون كمان شوية وهنحط كزبرة ناشفة وبابريكا وكل حاجة معلقة كده توم باودر. عندك بصل باودر حطي بس انا خلص عندي. وملح، الملح بتاعك بقى. وعصير ليمون. تمام كده مع بعضه. وتحطي ايه بقى؟ تحطي حوالي نص كوباية مية. دي الخلطة اللي هتسيبيها فيها تتبل شوية، وبعد كده في خلطة تانية علشان بقى تيجي تقلي بيها، هيبقى معاكي مقرمش تحفة، وهيبقى ناشف من بره كريسبي ومن جوه كده طري جميل جدا 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 جدا، جدا يعني. ممكن نحط كمان شوية كركم هيبقى جميل. كركم كمان. تمام. عايز نقطة مية كمان بسيطة. شايفة قوامه؟ انا عايزه القوام ده. تمام. تنزلي تحطي بقى بايه؟ بالجمبري بتاعك. بسم الله. طبعا برد المعلقه عشان ما يتلفيش، هعمله بايدي. التتبيله دي بقى يفضل فيها لحد ما تيجي تقليه، وهقول لك الخلطه الثانيه بقى اللي هيتقلى بيها وهيدينا الطعم المميز قوي قوي. بس انا هسيبه كده خلاص وهحطه في الثلاجه شويه لغايه ما اجي اشتغل فيه. هنعمل مع بعض بقى الرز، رز الصياديه. حطيت هنا شويه ذره وهنزل بالبصل المفروم. عشان يبقى اكلي كله جاهز ساعة الاكل. هشغل الامور بس هنا هسيب البصل هو يتحمر. تمام. لغاية ما ياخد لون كده حلو. هقول لك طريقتي في الرز السادية دي مختلفة شوية. من هنا حطيت هنا عشان اعمل بقى ايه المسقعة بتاعتي اللي انا بصيتها اهو.
باذنجان وفلفل، في فلفل نص، وحطيت بس فلفلتين عشان يبان شكلهم. وهعمل الصوص او الصلصه اللي انا بحطها عليها، ما بسيبهاش تغلي في الصلصه زي في ناس كده بتعمل الصلصه تحط عليها الباذنجان يغلي فيها ويتسبك. لا انت كده بتعمليها، لا مش حلو، بس اني احلى بتاع عشان هو طيب كده صح؟ اه انت كنت فوق قلت لهم انا معرفش اسمها ايه بالسوري، شيخ المحشي. اه لا هي المحشي بدانيات يا عم، هو المنطقه الثانيه اللي ما بعرفش اسمها. اه لا دي بقى طريقه جميله جدا جدا، عايزاكم تجربوا الطريقه دي فيها. يعني انا في دروس ثانيه طبعا كنا زمان بنعملها كده، بس انا حبيت دي اكتر بكتير بكتير. الطريقه دي احلى قوي قوي، تبقى مميزه فيها مسقعتك او شكل المحشي بتاعك يعني. انا كان فكرة شكل المحشي دوت نوع من المحشي مثل الكوسه بلبن. اه بيضان اهل الداخل بيقولوا. اه يعني بيفرق كمان من مكان لمكان عندكم في سوريا. ايه لا هي دي عندنا اسمها مسقعة، ما اظنش ان لها اسم تاني يعني. انا عايزه ادي للثوم لون، ياخد لون كده، وهنزل بالخل وبعد كده هتشوفوا هنزل بايه كمان. انتوا ما بتحطوش خل، دي حلاوتها بقى في فكره الخل دي. بق خل، معلقه خل كده، يا سلام، لازم معلقه الخل تديكي بقى ريحه. او خليكي في البيت انت. اهو اول ما يبقى لونه كده احمر كده اللون الحلو ده، انزلي بيه معلقه خل. بس خدي بالك من الريحة هيفتح. دي بقى هي كده وديته لعالم تاني، سفرت كده دي. اه والله الطماطم انا مقطعاها مقطعاها صغير كده، انا بحب الطماطم كده، ما بحبش عصير الطماطم، ما بحبش الصلصة، هي كده. وانزل بيها وهحط معلقتين صلصة والتوابل بتاعتي. توابل ايه؟ هتبقى ملح وفلفل اسود. ومش قادره اقول لكم اصلا صلصه، يعني اكتر حاجه مضايقاها النهارده هي اكله المسقعه دي. الناس استحاله تعرف تاكلها، ويا عيني هي بتموت فيها اصلا. ايه زيت سمك؟ ايه زيت سمك؟ يعني بالزيت اللي كله في السمك. اه. الخاصية دي هتكون عملاقة. طب ما انا مفيش سمك مقلي بالنسبة لي. انا ما قليتش سمك، انا عاملة سنجاري. ماشي؟ سامحينا يعني المطار. عشان ياخد طعم السمك. ايوه. برضه جميلة قوي. هنا حطيت شوية مية بالصلصة. صلصة كده. ايه وهديها دقيقتين تغلي تتسبك، وبجد احلى مسقعه تاكلها هي كده. لازم معلقه الخل، لازم بعد ما تشوحي الثوم والطماطم تكوني مقطعاها كده، لازم تكوني مقطعها كده، شايفين؟ تتسبك بقى وتشوفوا حلاوتها. هنا اهي البصله بتاعتي بتاعت الرز، انا عايزاها كده غامقه، شايفين؟ تحس انها خلاص يعني قربت تتكلم. تمام؟ هو انا نازله بايه؟ الرز بتاعي بس ليه؟ من شط خيار. وميه انا حطها في الكتل تغلي.
علشان عايزه لها ميه ايه مغليه. تمام. هزود ايه بقى دلوقتي التكايه بتاعتها. سوري على الهدف. معلقه صلصه. ده بقى اللي بيديها طعم مختلف. لازم كده في اكلك تبقى مميزه بكده مش طبيعيه كده. وفي خل وشربات. هزود ايه ملح طبعا بتاعي. ماشي. في تكايه كمان لازم تعرفوها. بحط شوية فلفل اسود. التكاية بقى مع الصلصة عشان برضه وحباها. انكم لازم 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 علشان البصل معايا كله له طعم حرقان لازم تحطي له شوية سكر. شوية سكر صغيرين كده بالمعلقة صغيرة دي هيغير لك طعم البصل خالص. لو في طعم حرقان هيضيعه. معلقة سكر صغيرة خالص. معلقة ملح. يبقى انا الرز بتاع الصويا دي هي دي طريقتي فيه ويكون فعلا مميز. مفيش طعم حرقان للبصل. لونه بيطلع جميل قوي من معلقه الصلصه دي. واللهم ذكرني ومعلقه السكر الصغيره دي بتمنع اي طعم محروق للبصل. حتى لو حرق معاك شويه ما بيبينش طعمه. كده كده عمرك ما بتحس بطعم السكر. لكن بيفرق قوي 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 في البصل بس. مراره البصل. الميه طبعا تغلي وهنزل بيه ايه في الميه. لو شايفين لونه اصلا بصوا هو ده لونه كده. ننزل فيه ميه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس طبعا بتعير كوبايه الرز المصري ده بيبقى كوبايه بكوبايه بس انا بصراحه ما بعرفش اعير. ولا انا. ولا اي نوع كوبايه. لكن يعني ما بعرفش. لكن عامه يعني هي كوبايه الرز المصري عليها كوبايه ميه. لو بسمتي كوبايه كوبايتين بس انا برده ما بعيرش. بحط برده ايه باللي انا عايزاه يعني. انا بشوف ان كده خلاص اتغطى وكويس. خلاص هو بالنسبه لي كده حلو قوي. خلاص هيغلي. هيغلي الرز. اول ما يبدا يغلي هقوم انا موطيه النار خالص وسايباه. اول ما يتشرب الميه اقوم طافيه عليه. خلص الموضوع على كده.